أعلنت الوزارة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة أن أسعار البنزين والفيول رقم 2 والفيول رقم 2 الموجه لإنتاج الكهرباء والفيول الخاصة تعرف انخفاضا ابتداء من فاتح أكتوبر في حين سيبقى سعر الجزوال مستقرا وأوضح بلاغ للوزارة أن سعر البنزين سيعرف انخفاضا ب 19 سنتيما في اللتر الواحد ليستقر في 12 درهما فاصل 87 سنتيما للتر الواحد في وقت سيستقر يستقر فيه سعر الغازوال في تسعة دراهم فصل تسعة وستين سنتيماً للتر الواحد هذه الأتمنة تتحدد عند الخروج من المحمدية